صعوبة الحياة الآن تدفع للشاب خاصة المراهق أو ما بعد المراهقة بقليل أنه يتحرش، والتحرش ده نوع من الانتقام الداخلي من المجتمع نفسه، أنه يعني المجتمع فيه بنات بهذا الجمال وأنا محروم، فلأفعل أي فعل فردي علشان أقلل من هذا الحرمان. بس ما هم متزوجين بيتحرشوا برضو يعني طبعاً. بقت ثقافة عامة. طبعا ده متزوج وبرضو متحرش. لا مش المتزوجين، ده المتزوجين أحيانا يمروا بالمراهقة الثانية أو المراهقة الخفية أو المراهقة اللي ما بيعترفوش بيها، فيقدم على أشياء قد تكون أخطر من المراهق الطبيعي أنه يقدم عليها.